حاجة بعد كده رقم ثلاثة اللي هو الورك اللي هو الشغل. دلوقتي الشغل امتى الشغل المبذول بيبقى موجب وامتى الشغل بيبقى سالب؟ وانا مثلا لو عندي شحنة موجودة في مجال، يعني عندي ده مجال اهو ودي شحنة موجبة موجودة فيه، تمام؟ فانا عايز الورك في الحلقة الاولى دي، عايز الورك المبذول من الفيلد اللي هو من المجال على الشحنة، هيبقى هل هيبقى بالموجب ولا بالسالب؟ دي في حالة ايه؟ في حالة ان الفيلد هو اللي بيأثر. طب ده في حالة الفيلد هو اللي بيحركه. طيب لو في حالة بقى انا اللي هحركه، يبقى خلاص هيبقى معايا كده ده الاي ودي الشحنة اللي عندي، وانا بحركه بقوة خارجية مقدارها كيو اي، تمام؟ وعايز الدبليو الخارجية الاكسترنال بقى بكام؟ هل موجبة ولا سالبة؟ نفس الحكاية برضه، هو عامل الاي وعايز دي شحنة موجبة، وانا بحركها كمان المرة دي مش في نفس الاتجاه، لا في عكس الاتجاه، يعني في الاتجاه ده، تمام؟ ماشي. دي انا بقى المرة دي بحركها برضه بكيو اي بس في عكس الاتجاه، تمام؟ فلو انا في الحالة دي عايز اجيب الدبليو المبذول من المجال، لازم الاول ابقى عارف هو يعني ايه الشغل، القانون بتاعه الاساسي ايه الشغل. ماشي، احنا كنا لسه كاتبين قانون شوية اللي هو دلتا يو بيساوي، بس هي سالب دلتا يو بيساوي الدبليو، الدبليو المبذول بواسطة الفيل، تمام؟ يبقى الدبليو المبذول بواسطة الفيلد بيساوي سالب الدلتا يو، بيساوي ايه؟ بيساوي سالب الدبليو اكسترنال، لان احنا قلنا الاثنين دول عكس بعض في الاشارة، تمام؟ طيب انا دلوقتي هشتغل في كله اكسترنال، تمام؟ ولو انا شغال على فيلد يبقى هعكس الاشارة عشان اجيب الدبليو للفيلد، بمعنى ان انا هقوم قايل اني انا دلوقتي مش محتاج الدبليو للفيلد، هساوي دول ببعض على طول، فتبقى الإشارة الموجبة السالبة مع السالبة فيبقوا الاثنين موجب، فتبقى الدلتا يو بيساوي الدبليو اكسترنال، تمام؟ الدلتا يو دي مش كانت عبارة عن كيو دلتا في زي ما احنا كنا لسه قايلين؟ يبقى الدبليو، يبقى الكيو دلتا في دي مش عبارة عن سالب تكامل كيو دوت كيو في الاي دوت دي ال، تمام؟ لان الدلتا في بتكامل اي دوت دي ال، ضربتها بره في كيو يبقى تكامل كيو اي دوت دي ال بيساوي الدبليو اكسترنال. بس يبقى دلوقتي القانون اللي انا استخدمه ايه؟ اللي هو دبليو اكسترنال بيساوي سالب تكامل كيو اي دوت دي ال. خلاص يبقى نمسح بقى اللي احنا عملناه فوق دول، ده بس انا كنت بثبت لك القانون اللي انا هستخدمه، تمام؟ ماشي. طيب دلوقتي يبقى الدبليو external بيساوي سالب تكامل كيو اي دوت دي ال. ماشي، انا دلوقتي المطلوب مني ان اعرف الدبليو المبذوله بواسطه الفيلد موجبه ولا سالبه. انا عايز اعرف الدبليو المبذول بواسطه الفيلد موجبه ولا سالبه. طب انا دلوقتي شغال على الدبليو الاكسترنال اللي هي الخارجيه. طب دلوقتي نفرض مثلا الدبليو الاكسترنال طلعت معايا سالبه، يبقى خلاص ما دام انا مش عايز دبليو اكسترنال، انا عايز دبليو الفيلد. الدبليو الفيلد قلنا ان هي بتساوي سالب الدبليو اكسترنال، صح؟ يعني بنعكس بس الاشاره، فلو دي طلعت بالموجب يبقى الفيلد بالسالب، لو طلع بالسالب يبقى الفيلد بالموجب على طول، تمام؟ ماشي. طب دي دبليو اكسترنال هتساوي سالب تكامل كيو اي دوت دي ال، ماشي. هتلاقي ان اصلا انت معاك الكيو دي شحنه موجبه، فهعوض عنها بالكيو فهتبقى بتساوي سالب تكامل كيو عادي. طيب الاي دوت دي ال لو انا هفكها هتلاقيها عباره عن ايه؟ الاي في الدي ال في الكوزاين سيتا، حيث ان الكوزاين سيتا هي الزاويه ما بين الاي والدي ال، الزاويه ما بين الاي والدي ال، الدي ال هو اتجاه الحركه بتاعك، تمام؟ طب الفورس ما تاثر على الشحنه كده، يبقى اتجاه الحركه فين؟ في هذا الاتجاه، صح؟ يبقى ده ايه؟ يبقى انا معايا الدي ال هنا ماشيه في الاتجاه ده، صح؟ طب والالكتريك فيلد برضه ماشي في الاتجاه ده، يبقى الزاويه اللي ما بينهم كام؟ بصفر، وكوزاين صفر بواحد، يبقى تطلع معاك سالب تكامل كيو اي دي ال على طول،
تمام. المقدار ده طبعا خلاص احنا عوضنا بالاشارات اللي فيه طلع موجب، بس انت معاك سالب بره، يبقى ال W external هتطلع كام؟ هتطلع سالب، صح؟ هتطلع سالبة. ده معناه ان ال W للفيلد لسه قايلين ان هي بتساوي سالب W external، تمام؟ ماشي، يعني سالب هضربها في السالب اللي طلعت فتطلع موجب، يبقى W للفيلد مقدار موجب، تمام؟ ماشي. طيب تعالى بقى نجيب هنا W external، انا عايز W external، تمام؟ هل هو ده فعلا اللي انا عايزه؟ اه هو ده فعلا اللي انا عايزه، لان انا باثر بقوه خارجيه، مش الالكتريك فيلد هو اللي بيأثر، انا اللي باثر بقوه خارجيه، فانا هنا عايز W external، تمام؟ ال W external لسه قايلين القانون بتاعها اللي هي سالب تكامل كيو اي دوت دي ال، تمام؟ يبقى سالب تكامل كيو اي دوت دي ال، ماشي. دوت دي ال قلنا نشيلها ونحط بدلها ايه؟ دي ال كوزاين سيتا، خلاص تبقى دي ال كوزاين سيتا، تمام ماشي. طيب الكيو دي موجبه، خلاص موجب، ومعاك الاي معايا موجب. طيب دلوقتي والكوزاين سيتا، الكوزاين سيتا بقى الزاويه بين مين ومين؟ زي ما كنا لسه قايلين بين الاي والدي ال، الدي ال اللي هو الاتجاه اللي الشحنه بتتحرك فيه، الشحنه الموجبه بتتحرك في الاتجاه ده، يبقى الدي ال في هذا الاتجاه، تمام؟ والاي برضه في هذا الاتجاه، يبقى الزاويه اللي ما بينهم بصفر وكوزاين صفر بواحد، وكل المقادير اللي طالعه معاك موجب وفي سالب بره، يبقى ال دبليو اكسترنال هتطلع سالبه، يعني سالب مقدار سالب، تمام؟ يبقى ده ال دبليو اكسترنال. طب هل بقى اجيب هنا ال دبليو فيلد واقوم قايل ان هو بيساوي سالب دبليو اكسترنال وسالب سالب تبقى موجب زي دي؟ لا. ليه؟ قال لك لاني هنا انا عايز ال دبليو اكسترنال، لاني فعلا حقيقي انا اللي باثر، انا اللي باثر، قوه خارجيه هي اللي بتدفع الشحنه، هنا مش المجال هو اللي بيدفع الشحنه، لا، ده هنا قوه خارجيه هي اللي بتدفع الشحنه، لكن هنا هنا ده مجال هو اللي بيدفع الشحنه، فعشان كده جبت ال W external وقمت عاكسها عشان اجيب ال W للمجال اللي بيأثر، لكن هنا انا اللي باثر، تمام؟ ماشي، فعشان كده ما جبتش ال W للفيلد. طيب تحت هنا بقى برضه انا اللي باثر، بس بدل ما بحركها في نفس اتجاه المجال، المره دي احركها في عكس اتجاه المجال، تمام؟ فبرضه انا هجيب ال W external عندي بكام؟ بسالب تكامل كيو اي دوت دي ال اللي هي دي ال كوزاين سيتا، ماشي. تعالى دي شحنه موجبه، الكيو موجب والاي موجب، كوزاين سيتا، كوزاين سيتا، السيتا هي الزاويه بين الاتجاه اللي بتتحرك فيه والاي، صح؟ الاتجاه اللي بتتحرك فيه اللي هو الاتجاه ده، يبقى ده كده دي ال. طب والاي؟ الاي في الاتجاه الثاني، صح؟ يعني الزاويه اللي ما بينهم كام؟ 180، واحد في الاتجاه ده وواحد في الاتجاه ده، الزاويه اللي ما بينهم 180، تمام. يبقى كوزين 180 بكام؟ بسالب واحد. طب وانت معاك هنا سالب واحد وبره سالب واحد، السالب تطير مع السالب، يعني دبليو اكسترنال هتطلع موجب في الاخر، صح؟ يبقى دبليو اكسترنال هنا طلعت موجب. طيب يبقى تعالى كده هتلاقي ان الدبليو للفيلد في حاله انها بقى شحنه موجبه، يعني ده كله انا شغال لما كانت شحنه موجبه، هنشتغل تاني لما تبقى شحنه سالبه. دلوقتي ليه شحنه موجبه؟ الدبليو المبذوله بواسطه الفيلد كانت موجب. طب الدبليو اكسترنال لما كنت بحركها في نفس الاتجاه كانت سالب، طب عكس الاتجاه كانت موجب، تمام. طيب دلوقتي تعالى بقى ننقل الحاجات دي. النواتج بقى اللي كانت لسه طالعه معايا من شويه دي اللي هي موجب وسالب وموجب كانت ايه؟ كانت ان ال W بيساوي موجب، ده في حاله الالكتريك فيلد هو اللي بيأثر على الشحنه الموجبه، تمام؟ ماشي. وعندنا ال W بيساوي موجب، ده في حاله انا اللي بأثر، ماشي؟ بأثر على ايه؟ على الشحنه الموجبه برضه، بس كان في نفس اتجاه، في عكس اتجاه الالكتريك فيلد، تمام؟ ماشي. دي طبعا الاكسترنال ودي بتاع الفيلد، تمام؟ طب وكان عندنا برضو ال W اكسترنال كانت بسالب لما انا اللي كنت بحرك في نفس اتجاه الفيلد، الشحنه الموجبه اهي وفي نفس اتجاه الالكتريك فيلد. طيب دلوقتي بقى المره دي تعالى نغير الشحنه، بدل ما هي موجبه تعالى نشوفها وهي سالبه. طيب بالنسبة للفيلد هو اللي هيأثر، برضو هتلاقي ان انت معاك ده الفيلد، الشحنة بتاعته عندنا الاي هنا و
وهو هيحرك شحنه سالبه، هيحركها. الشحنه السالبه لما بتتحط في مجال قلنا قبل كده ان هي بتتحرك في عكس الاتجاه، يعني الفيلد بيأثر عليها بقوه في عكس الاتجاه فهتتحرك في هذا الاتجاه. طب الاف بتساوي ايه؟ بتساوي كيو اي. تمام ماشي، الاف هنا بتساوي كيو اي، بس خلي بالك قال لك لان دي شحنه سالبه فتبقى اسمها سالب كيو اي. تمام ماشي. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب الدبليو المبذوله بواسطه الفيلد، فانا برضه هنا هجيب الدبليو اكسترنال واعكس الاشاره بتاعتها عشان اجيب الدبليو المبذوله بواسطه الفيلد. طيب الدبليو المبذوله بواسطه الاكسترنال بقى اللي بره بتساوي سالب تكامل الاي كيو اي دوت دي ال. ماشي، بيساوي سالب تكامل الكيو كانت بكام؟ كانت بسالب كيو لان هي سالبه اصلا. تمام، في الاي اللي عندي موجبه خلاص في الدي ال في الكوزين سيتا. كوزين سيتا هي الزاويه ما بين الدي ال والمجال. الدي ال بتاعتي قال لك انا ماشي كده، يبقى الدي ال هنا كده صح. طب والمجال كده، يبقى الزاويه اللي ما بينهم 180 تنعكس الاتجاه، يبقى كوزين 180 بسالب 1. تمام، سالب 1 تطير مع السالب بتاع الكيو يفضل لك سالب بره، يبقى ده المقدار ده هيطلع سالب. بس ما تنساش ان ده الدبليو اكسترنال وانا مش عايزه، انا عايز الدبليو للفيلد بكام؟ الدبليو للفيلد بسالب دبليو اكسترنال زي ما احنا سالين، فسالب في سالب تطلع موجب، فبرضه الدبليو للفيلد هنا هيطلع موجب. تمام ماشي، فده معناه نضيفهم بقى دول، ان انا لو بحرك عايز الدبليو للفيلد كام بيطلع بالموجب. تمام، لو انا لو الالكتريك فيلد هو اللي بيحرك شحنه سالبه بس. تمام ماشي. طيب دلوقتي لو انا بقى اللي بحرك برضه في نفس الاتجاه وفي عكس الاتجاه، انا عندي الاي كده. تمام، ده اتجاه المجال. طيب وانا عندي دي شحنه سالبه وانا بحركها في نفس الاتجاه بتاع المجال بكيو اي. تمام، فانا عايز اعرف الدبليو. انا بقول انا اللي بحركها مش المجال هو اللي بيحركها، يبقى انا كده شغال اكسترنال. تمام، يعني قوه خارجيه هي اللي بتاثر، فعشان كده الدبليو اكسترنال هي فعلا اللي انا عايزها. تمام، فالدبليو اكسترنال بتساوي ايه؟ سالب تكامل اي دوت دي ال كيو اي دوت دي ال. تمام، بيساوي الكيو سالبه فتبقى سالب تكامل سالب كيو اي دي ال كوزين سيتا. كوزين سيتا هي الزاويه ما بين الدي ال والاي. فين الدي ال؟ الدي ال هو الاتجاه اللي الشحنه تتحرك فيه، اتجاه الشحنه تتحرك فيه كده، يبقى ده دي ال. طب والاي؟ الاي في هذا الاتجاه، الاثنين في نفس الاتجاه صح؟ يبقى كوزين صفر، الزاويه بينهم بصفر، فتبقى كوزين صفر بواحد. طيب وانت معاك هتلاقي اشاره سالبه طارت مع الاشاره السالبه اللي بره دي، فيبقى ال W اكسترنال طلعت معاك ايه؟ موجبه صح؟ فتعالى بقى نضيفهم برضو لدول، ان انا لو انا اللي بحرك W اكسترنال، لو انا عايز W اكسترنال ماشي للاشاره كانت طالعه بالموجب. تمام، W اكسترنال كانت طالعه بالموجب، فحاله انا اللي كنت بحرك الشحنه السالبه في انهي اتجاه؟ في نفس اتجاه الالكتريك فيلد. تمام ماشي. طيب تعالى نشوف لو انا بحركها في عكس اتجاه الالكتريك فيلد، ادي نفس الشحنه اهي وانا اللي بحركها في عكس اتجاه الالكتريك فيلد كده بشحنه دي كيو اي قوه مقدار كيو اي، انا اللي بحرك. تمام، يبقى برضه هجيب الدبليو اكسترنال. الدبليو اكسترنال عباره عن ايه؟ الدبليو اكسترنال بسالب تكامل كيو اي دوت دي ال. طيب هيساوي سالب تكامل الكيو، دي شحنه سالبه تبقى سالب كيو. تمام، اي دي ال كوزين سيتا. كوزين سيتا هي الزاويه ما بين الدي ال والاي، الدي ال هو الاتجاه اللي الشحنه بتتحرك فيه، يعني الدي ال كده. طيب والاي قال لك الاي ماشيه عكسها، يبقى الزاويه اللي ما بينهم ب 180 وكوزين 180 بسالب واحد. هتلاقي سالب واحد طارت مع السالب ديت فبقت موجب. تمام، وانت اصلا معاك سالب بره فيبقى المقدار كله سالب. تمام، يبقى دبليو اكسترنال في حاله ان انا بحرك الشحنه السالبه عكس اتجاه المجال طلعت بالسالب، يبقى دبليو اكسترنال هنا هتطلع بالايه؟ بالسالب. ده في حاله ان انا اللي كنت بحرك الشحنه السالبه في ايه؟ في عكس اتجاه المجال. تمام ماشي. طيب دلوقتي بقى انا جبت الحالات دي كلها ازاي احفظهم؟ او انا
مش عايز اعمل اللي انا بعمله ده كله في الامتحان عشان هياخد وقت مني، تمام؟ فانا ازاي احفظ الكلام ده؟ الكلام ده بيقول ايه؟ الدبليو للفيلد، لو تلاحظ بقى كده، جيت تبص اللي احنا طلعناهم دول كلهم 6 حالات بالظبط، جيت تشوف 2 مبذولين من الالكتريك فيلد، تمام؟ 2 مبذولين من الالكتريك فيلد، واربعه مبذولين من ايه؟ 4 مبذولين من القوى الخارجيه، 4 مبذولين من القوى الخارجيه، تمام؟ 2 اما كانوا بيأثروا على شحنه موجبه، واحد في نفس الاتجاه والتاني في عكس الاتجاه، و2 اما كانوا بيأثروا على شحنه سالبه، واحد في نفس الاتجاه والتاني في عكس الاتجاه. هتلاقي في حاجه مشتركه، ان ال W في الفيلد وال W في الفيلد الاتنين طالعين موجبين. يبقى هنا نستنتج ملحوظه، ان هو ايه؟ ان الاي ان ال W المبذوله بواسطه الفيلد على طول بتبقى موجبه. يبقى انت معاك ال W المبذوله بواسطه الفيلد على طول بتبقى موجبه، يبقى ده خلاص معايا. يبقى احنا كده مش عايزين دول تاني، كده عرفنا نحفظهم ازاي. ال W للفيلد يجي لك ال W المبذوله بواسطه الفيلد موجب على طول، ما تستناش بقى تشوف هي موجبه هي شحنه موجبه ولا شحنه سالبه، بيأثر يعني على شحنه موجبه ولا شحنه سالبه، لا هو ال W للفيلد على طول موجب، تمام؟ ماشي. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز احفظ الاثنين التانيين دول، هما كمان احفظهم ازاي؟ اللي هو بقى في حاله ما انا اللي كنت بأثر، ماشي، مره في اتجاه ومره عكس، على شحنه موجبه وعلى شحنه سالبه. هتلاقي لو انا كنت بأثر على الشحنه الموجبه في اتجاه في نفس اتجاه الالكتريك فيلد، انا اللي كنت بأثر، تمام؟ ماشي، في نفس اتجاه الالكتريك فيلد، هتلاقي الالكتريك فيلد هو كمان كان بيأثر بشحنه مقدارها كام؟ مقدارها اف اي، وفي نفس الاتجاه بتاعي، صح؟ يعني معنى كده لما اقول ان انا كنت بحرك الشحنه الموجبه في نفس اتجاه الالكتريك فيلد، لما انا كنت بحرك الشحنه الموجبه في نفس اتجاه الالكتريك فيلد، ده معناه ان انا بحرك الشحنه الموجبه في نفس اتجاه القوة المؤثرة عليها بواسطة الالكتريك فيلد. فده معناه ان انا بحرك الشحنة الموجبة في نفس اتجاه القوة اللي بتحركه بواسطة الالكتريك فيلد. يعني كنت بحركه الاف اللي انا بحرك بيها كانت في نفس اتجاه الاف بواسطة الالكتريك فيلد. طيب دلوقتي لو انا كنت بحركه في عكس الاتجاه، يعني القوة بتاعتي دي بدل ما هي هنا، لا خليتها هنا كده، دي الاف، فهتلاقي ان هي كانت عكس اتجاه الاف اي، صح؟ فهتبقى الاف اللي انا بأثر بيها عكس اتجاه الاف للالكتريك فيلد، صح؟ طيب لو هي كانت شحنه سالبه، لو هي كانت شحنه سالبه، فهتلاقي لو انا كنت بأثر عليها بقوه في هذا الاتجاه مجرد اف، فإن الإلكتريك فيلد يؤثر عليها بقوة الناحية التانية مقدارها اف اي، صح؟ تمام؟ يعني لما أنا كنت بأثر عليها في نفس اتجاه الإلكتريك فيلد بقوة مقدارها اف، الإلكتريك فيلد كان بيأثر عليها بقوة تانية مقدارها اف. يعني أنا لما كنت أنا بحرك في نفس الاتجاه الإلكتريك فيلد، ده معناه إن أنا بحرك في عكس اتجاه القوة المؤثر بيها الإلكتريك فيلد، يعني الاف في عكس الاف اي، تمام؟ ماشي، يعني الاف لما أنا كنت بحرك هنا، لما انا كنت بحرك في نفس اتجاه الالكتريك فيلد، ده معناه ان الاف عكس الاف اي. طيب فين لما انا كنت بحرك الشحنه السالبه؟ اهي في نفس اتجاه الالكتريك فيلد، ده معناه ان الاف اللي انا بأثر بيها عكس، يعني هعكس السهم، ماشي، مع الاف اي. طيب لما انا كنت بحرك الشحنه السالبه ديت في عكس اتجاه الالكتريك فيلد، يعني القوه بتاعتي بدل ما هي كده هنا، لا اخليها الناحيه الثانيه هنا، فتبقى هنا اف. قال لك كانت لما تبقى عكس الالكتريك فيلد هي كانت ايه؟ كانت في نفس اتجاه القوه المؤثره بواسطه الالكتريك فيلد، يعني الاف والاف اي في نفس الاتجاه، يبقى برضه السهم ده برضه هيتعكس، فيبقى معاك الاف والاف اي في نفس الاتجاه. طيب تعالى بقى كده نبص هنا كده عشان ايه؟ نعرف نحفظه. هتلاقي ان لما انا كنت بحرك فعكس، لما القوة بتاعتي كانت في عكس القوة اللي كانت بتأثر بيها الإلكتريك فيلد، كان ال W external موجب، تمام؟ طب وهنا برضو لما كنت بحرك القوة بتاعتي اللي أنا بأثر بيها عكس القوة اللي بيتأثر بيها أو القوة اللي بيأثر بيها الإلكتريك فيلد على الشحنة، كان موجب. فده معناه إيه؟ معناه
ان انا الالكتريك فيلد الدبليو اكسترنال، الدبليو اكسترنال بتبقى عندك موجبه في حاله ايه؟ في حاله اني انا اللي بحرك الايه؟ الشحنه. بس فين بقى؟ في عكس الاتجاه. طيب خلي بالك بقى، عكس اتجاه ايه؟ عكس اتجاه الشحن، عكس اتجاه القوة المؤثرة بواسطة الالكتريك فيلد. تمام ماشي. يعني لما انا اللي كنت بحرك الشحنة في عكس الاتجاه اللي المفروض هي اصلا تتحرك فيه، تمام، فده كانت الدبليو اكسترنال عندي طالعة موجبة. طب الدبليو اكسترنال تطلع بقى معايا سالبة في حالة ايه؟ اللي هما الحالتين دول تطلع معايا سالبة في الحالتين دول، في حالة ايه؟ في حالة ان القوة اللي انا بأثر بيها في نفس اتجاه القوة اللي بيأثر بيها الالكتريك فيلد. تمام؟ يعني تطلع سالبة اما تبقى في حالة ان الاف اللي انا بأثر بيها في نفس اتجاه الاف اي. تمام؟ ماشي. فانت هتلاقي معاك فعلا هنا طالعة سالب لما كانت الاف اي في نفس اتجاه الاف، هنا نفس الحكايه الاف اي في نفس اتجاه الاف. فانت هنا معاك ايه بقى؟ الدبليو عندك ليها ثلاث حاجات، موجبه في الالكتريك فيلد على طول، تمام، بواسطه الالكتريك فيلد على طول. طيب طب لو الدبليو مبذوله بقوه خارجيه يبقى لازم تشوف لو موجبه او سالبه. موجبه قال لك لو انا بحرك الشحنه في نفس الاتجاه اللي هو المجال بيحرك فيه يبقى انا كده الدبليو بتاعتي سالبه. طب لو انا بحركه في عكس الاتجاه يبقى الدبليو بتاعتي موجبه. تمام ماشي. طيب ايه بقى التفسير المنطقي او ازاي تحفظه بطريقه تانية غير الكلام ده؟ ان انا مثلا لو انا عندي شحنه وهي المفروض تتحرك في الاتجاه ده وانا بزقها في نفس الاتجاه اللي هي المفروض تتحرك فيه، فانا كده بخسر شغل. ليه؟ لان الشغل اللي انا بعمله دوت كده كده هيضيع في الارض، ما هي كده كده هتتحرك في نفس الاتجاه ده، صح؟ فيبقى شغل المبذول بواسطتي انا بالسالب. تمام؟ لكن لما تبقى هي بتتحرك في الاتجاه ده وانا احاول ادفعها في هذا الاتجاه، يعني في عكس الاتجاه، ده الشغل المبذول مني هنا يبقى موجب. ليه؟ قال لك لان انا لما احركها كده هي بقى هتحاول تقاومني، يعني هتعمل شغل تاني قصادي وتتحرك الناحيه الثانيه. تمام؟ فالشغل المبذول بواسطتي انا في الحاله دي هيبقى ايه؟ موجب. طيب مختصر بقى الكلام ده كله ايه؟ ان الدبليو المبذوله بواسطه الفيلد يجي يقول لك ايه هي؟ هتطلع معايا موجبه. تمام؟ ما تفرقش معايا اذا كنت شحنه موجبه او سالبه في كل الشغل، ما يفرقش معايا اذا كانت الشحنه اللي معايا موجبه او سالبه. تمام؟ مش انا هيفرق معايا بس اتجاه الحركه واتجاه القوه في الاكسترنال، انما الدبليو بواسطه الفيلد دايما موجبه. طب لو انا بحرك الشحنه في نفس الاتجاه اللي المفروض الالكتريك فيلد يحركها فيها، يعني في نفس اتجاه القوه المؤثره بواسطه الالكتريك فيلد، يبقى كده الشغل بتاعي سالب. طب لو انا بحرك الشحنه في عكس اتجاه القوه المؤثره بواسطه الالكتريك فيلد، يبقى الشغل بتاعي هيبقى موجب. تمام؟ يبقى انا كده ده بالنسبه للشغل، امتى يبقى موجب وامتى يبقى سالب. تمام؟